تعالوا نشوف الخبر اللي جاي لليوم الثاني. صرف المعاشات بزيادة قدرها 15% من الماكينات الآلية ومنافذ التأمينات. توصل هيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو بزيادة 15% لليوم الثاني، وبحد أدنى 150 جنيه شهريا، وده طبعا للمعاشات التي تصرف من منافذ صندوقي التأمينات ومن ماكينات الصرف الآلي. وبالنسبة بقى للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر، هيتم إن شاء الله تقديم الصرف لهم اعتبارا من الخميس 4 يوليو بدلا من 5 الموافق الجمعة. وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سوف يتم الصرف اعتبارا من 14 يوليو. ده خبر حلو، احنا مستنين الزيادة دي، وبحد أدنى 150 جنيه، فدي حاجة هائلة.